تحياتي. المفاجأة اليوم من إيست لندن والتل فريك الكيبل كار أو ما يعرف بخط طيران الإمارات اللي تم افتتاحه في 2012. خليكم معنا نستكشف المكان. طب يا جماعة أنا شريت تيكت عودة لأن صفيت سيارتي هنا في مصف بالضبط جنب المكان. التيكت 8.40 سينجل واي النص، بيعطوكوا اللي هو بروشور ترحابي وهي التيكت الحمراء على أساس تدخل جوا هناك على البوابة. المسافة رايح جاي بالكيبل كار بتاخد 20 minutes، 10 رايح و10 جاي. هندخل لحالنا بدون ما حدا يوقفنا. هنشوف Thank you. طيب نطلع على upstairs يا جماعة على أساس نروح ناخذ الأشياء. طبعا يا جماعة المشروع هذا كلف حوالي 60 مليون جنيه استرليني اللي بنته زي ما حكينا خطوط طيران الإمارات. طبعا هاي العجلة اللي هي بتلف الكوابل علشان هيك اسمها كيبل كار. طبعا ممكن الكبسولة تاخد عدد معين إذا جروب مثلا. أنا دخلت بتختاروا أي كبسولة لأنه هي يعني بتمشي ببطء هنا، لأن إحنا حننطلق بسم الله. إيه كأنك مسافر. يا سلام. الله 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 الله. المكان آمن يا جماعة، يعني الأبواب مسكرين عادي. أنا هيني واقف هيك. إحنا الآن على ارتفاع ما يقارب حوالي 100 متر. خط طيران الإمارات هو الكيبل كار الأول والوحيد في المملكة المتحدة حتى هي اللحظة، واستغرق بناؤه حوالي سنة. الكيبل كار يا جماعة بيقطع مسافة كيلومتر، واصل بالمنطقتين اللي هي جرينش بنسلا وريال فيكتوريا دوك. هاي جماعة مشهد جميل لنهر التيمز في منطقة شرق لندن. كيف شعور لما تكون انت في الطيارة والطيارة حتهبط؟ نفس الشعور بالضبط. واو، شايفين اللعبة هذه يا جماعة؟ تزلج على المية من خلال كوابل بتجرها وحركات. نايس. بيفتح اوتوماتيكي بس يصل حد معين. الان حنضل في المكان شوية بعديها ناخد خط العودة. الخط فيه 34 كابينة او مقصورة، بتتسع كل واحدة فيهم لعشر اشخاص، وسرعة حركة الكابينة هي 3 متر بالثانية الواحدة. للعلم انه الخط بيوصل بين مكانين مشهورين وهما قاعة الاكسل وقاعة الاوتو اللي بيستخدموا كمعارض لفعاليات مختلفة.
وصلت يا جماعة لنهاية جولة اليوم، بتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. التلفريك أو الكيبل كار بتدير وزارة المواصلات البريطانية، ساعات العمل من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء، هو بمثابة وسيلة مواصلات تنقل الناس من مكان إلى مكان فوق نهر الثيمز. حتى ألقاكم في مكان جديد، انتظرونا. سلام.